باب الإصلاح بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع رياض الصالحين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مع باب الإصلاح بين الناس، وهذا الباب هو رقم 31. بدأ الإمام الباب بقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الآية الكريمة تبين لنا أنه لا خير في جميع كلام الناس إلا ما استثنى الله تبارك وتعالى، حيث قال جل وعلا: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المعروف كل ما يستحسنه الشرع، وخص الإصلاح لشرفه. قال الواحدي: هذا مما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وما أعظمها من صدقة عندما يستثمر الإنسان وقته لله تبارك وتعالى في السعي بالإصلاح بين الناس. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: والصلح خير، أي من الفرقة. وهذه الآية الكريمة نزلت في الصلح بين المرأة وزوجها، وهي عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع، كما قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذه الآية الكريمة نزلت حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في غنائم بدر، وهي عامة في كل ما يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء، لأن فساد ذات البين مضرة بالدين والدنيا. فساد ذات البين مضرة بالدين والدنيا، عندما يكون هناك اختلاف بين أفراد الأسرة فهذا يضر بالدين ويضر بالدنيا، عندما يكون هناك فساد بين أهل البلد الواحد فهذا يضر بالدين ويضر بالدنيا، عندما يكون هناك فساد في أهل المسجد الواحد تجد هذا يصلي جنب هذا وبينهما اختلاف فهذا يضر بالدين والدنيا، هكذا. فهذه الآية الكريمة عامة، ليست العبرة بخصوص اللفظ، وإنما العبرة بعموم السبب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر، وهي عامة في كل ما يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات في الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية الكريمة نزلت حين اقتتل بعض الصحابة بالسعف والنعال، ثم أخذوا السلاح فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة في كل نزاع يقع بين المسلمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث يبين لنا أن طريق الصدقة واسع وكبير، ولا يقتصر على فقط من يتصدق بمال. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. ولعل هذا هو الشاهد من الحديث:
تعدل بين الاثنين صدقة، يعني الإصلاح بين الاثنين أو إصلاح بين الناس. وتعين الرجل في دبته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم 6 أنواع من أنواع الصدقات. السلامة يعني عظام البدن أو مفاصل البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل. وفي الحديث تجديد النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد من تجديد النية. الإنسان إذا قام بفعل أي أمر من الأمور يحتسب أنه يتقرب به صدقة لله تبارك وتعالى. وفي كذلك تحديد هذه الصدقات في كل يوم شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به من العفية. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تدفع البلاء. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. حديث متفق عليه. وهذا الحديث في ترخيص للنبي صلى الله عليه وسلم بجواز الكذب في الإصلاح بين الناس. يعني بمعنى مثلا أنت تصلح بين اثنين، تذهب للآخر وتقول له: فلان يدعو لك، وهو بالفعل يدعو له في صلاته، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا يعني يجعل النفوس تهدأ إن شاء الله تبارك وتعالى ويتم الصلح. وفي الحديث في رواية مسلم زيادة عن هذا الحديث قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3. يعني الحرب، هي تعني رضي الله عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فهذا من الكذب المباح. تقول: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وفي الحديث دليل على جواز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وجواز الكذب على المرأة مما لا يبطل حقها، كأن يقول: أنت كذا وكذا وأنا أحبك ونحو ذلك، والتورية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. جماعة متخاصمين مع بعض على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وصوتهم عاري وهم على خصام مع بعض. وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، وهو لا أفعل، يعني جدال ونقاش بينهما. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب، فله أي ذلك أحب. حديث متفق عليه. ومعنى يستودعه يعني يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي يعني الحالف، المتألي يعني الحالف. وفي رواية ابن حبان: إن شئت وضعت ما نقصه، وإن شئت من رأس المال، فوضع ما نقصه. في هذا الحديث المبارك الحض على الرفق، يعني بهذا الرجل الذي عليه دين، والإحسان إليه بالوضع، والزجر عن الحلف على ترك الخير. كذلك في الحديث عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، يعني جاء موعد الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة،
وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، يعني تكبيرة الإحرام وكبر الناس. وجاء رسول صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، يعني الناس بتسقف وهي في الإيه؟ في الصلاة. مع إن طبعا التصفيق يعني الرجال إذا أخطأ الإمام أو إذا أراد الناس المأمومين أن ينبهوا الإمام يقولون سبحان الله، يقولوا إيه سبحان الله، أما النساء فهن يعني اللاتي يصفق. فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته لأنه كان كامل خشوع لله تبارك وتعالى. فلما أكثر الناس في التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ورجع الكهكرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الكهكرى، هذه في للعلم هذه الكلمة، الإنسان لما يرجع بوجهه كده اسمها رجع الإيه؟ رجع الكهكرى، يعني رجع ومستقبل للقبلة. وهذا حال الإمام يعني إذا حدث أمر ما، وإذا أراد أن يستخلف يعني أحدا مكانه في الصلاة في القبلة لإمامة الناس لأي عذر ما، فبيرجع وهو مستقبل القبلة. ورجع الكهكرى وراءه حتى قام في الصف، يعني لحد ما وقف في الصف. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. التصفيق لمين؟ للصلاة، للنساء. من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله. تلاقي في الاجتماعات وفي مجلس الشعب وبعض الأماكن تلاقي مثلا واحد مثلا بيقول مثلا أبيات، ولا بيقول خطبة، ولا كلمة، ولا أي حاجة زي كده، تجد كله يسقف تصفيق. التصفيق لمين يا جماعة؟ إنما التصفيق للنساء. هذا نص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. المأموم لما ينبه الإمام يقول له إيه؟ سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنه يصلي بالناس، لكن أبو بكر رضي الله عنه ما استطاع أن يصلي يعني إماما بحبيب رسول بحبيب الله جل وعلا، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، إمام المسلمين جميعا، إمام أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده حديث عظيم، الشاهد في الحديث السعي في الإصلاح بين الناس، وجواز الصلاة بإمامين، وجواز الالتفات للحاج، السعي في الإصلاح بين الناس اللي هو موضوع الباب. رقم 2، جواز الصلاة بإمامين وجواز الالتفات بالحاجة، مش إمامين يعني الاثنين يقفوا يكبروا ويصلوا بالناس، لا، المقصود إمامين يعني إمام، فحدث مثلا عذر ما، مثلا ممكن أحيانا يحدث إن الإمام مثلا يدخل في الصلاة وبعد ما يدخل في الصلاة يتذكر أنه ما توضأ، مثلا يتذكر أنه إيه؟ ما توضأ، أو مثلا عنده عذر لا بد مثلا أن يدخل الحمام في هذا الحال في هذا الوقت، بطنه يعني عافانا الله جميعا مثلا وجعته ولا شيء زي كده، فمش قادر، أو شعر بدوخة أو الكلام ده. في هذه الحالة على هذا الإمام أنه يرجع الكهكرة ويستخلف يعني إيه؟ يستخلف أحد يعني الإيه؟ أحد المصلين أن يصلي بالناس إمام. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليالني منكم أولي الأحلام والنهى، إن أهل القرآن دائما لهم الصف الأول خلف الإمام عشان لما يكون في ظروف زي كده يحصل. وبفضل الله تبارك وتعالى هذه سنة مهجورة، بفضل الله عز وجل فعلنا هذه السنة المهجورة في مسجدنا العامر مسجد بلال بفضل الله تبارك وتعالى. وحدث أنه كان هناك من طلابي ربنا يبارك فيه وكان يصلي بالناس،
وبالفعل يعني تفاجأت به أنه يعني كانت أول مرة يحصل هذا الموضوع أمام الناس، فرجع بفضل الله ولقيته بيشدني، والحمد لله عشان أنا يعني دارس بفضل الله تبارك تقدمت وصليت بالناس إمام. بعد ما خلصت الصلاة بينت للناس إن دي من السنة المهجورة، هو كده فعل شيء طيب يعني إيه، ونشر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في قصة كده طرفة جميلة، كان الشيخ محمود المصري ربنا يعني يعافيه يا رب ويرجعه يعني للمسلمين ونستفيد بعلمه ومواعظه الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ محمود ربنا يبارك فيه، يعني من المشايخ المقربين يعني الذين أحبهم من كل قلبي، ربنا يعني يرجعه لنا يعني أو يرده ردا جميلا يا رب العالمين، ونراه مرة أخرى على الشاشة. كان بيحكي طرفة كده جميلة إن جماعة كانوا بيصلوا في مكان، وكان الإمام واقف دخل مثلا، او كان المكان فيه زحام او كده، فدخل الامام فصلى في صلى وقف في المدخل الاسانسير اللي هو بيطلع الناس وينزلهم، وبعد ما دخل الامام صلى الركعه الاولى بيهم، وفي الركعه الثانيه تقريبا الاسانسير اللي هو المصعد الكهربائي يعني كان فيه عطله او حاجه زي كده، ففي الركعه الثانيه اشتغل المصعد والامام طلع في الدور اللي بعد، فالناس فضلوا يعني واقفين في الصلاة مستنين الإمام، حاجة زي كده والله أعلم يعني على ما سمعت. إذا الصلح بين الناس أيها الأحبة له آداب. الصلح بين الناس أنا أراه والله أعلم من وجهة نظري أنه يعني فرض كفائي، يعني بمعنى إيه؟ فرض كفائي، إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، يعني لازم على مستوى الحي يكون في جماعة بيصلحوا بين الناس، على مستوى المسجد يكون في ناس بتصلح جماعة او افراد مؤهلين اللي هم للاصلاح بين الناس، على مستوى الاسره على مستوى اي مكان يكون في ناس مؤهله لذلك، مش اي حد كده يصلح ما بين الناس. لذلك هذه اداب، اذكر هذه الاداب واختم بها ان شاء الله تبارك وتعالى، اداب الاصلاح بين الناس. يا ريت نكتب الكلام ده. رقم واحد، ان يبتغي او هؤلاء الذين يقومون بالصلح بين الناس أن يبتغوا وجه الله تبارك وتعالى في ذلك. لازم تكون نيتهم صافية وخالصة لله تبارك وتعالى. ما يكونش واحد داخل في هذا المجال يصلح ما بين الناس حتى يطلع على أسرار البيوت، خاصة إذا كان بين زوج وزوجة ومعلوم، أو مثلا واحد تاني في تجارة واختلفوا مع بعض وفي خصام ما بينهم والكلام ده. في وقت الغضب الإنسان ربما يخرج يعني إيه، يخرج أشياء مثلا من سب او انتقاص من الاخر او كلام زي كده. طب اللي بيصلح ما بين الناس ده ما يدخلش في هذا الامر بهذه النية الفاسدة ان هو عايز يطلع على اسرار الناس او يفضح الناس او الكلام ده، او داخل عشان الناس تقول فلان المصلح الذي يسعى للاصلاح بين الناس، او فلان اللي صالح فلان على فلان عايز الناس يتكلموا عليه. لا، يكون داخل في هذا الامر لله تبارك وتعالى. ولذلك في سورة الناس قال الله تبارك وتعالى، سورة النساء قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يعني إيه؟ إذا كانت النية صافية ومخلصة لله جل وعلا كانت النتيجة طيب، يوفق الله بينهما. يعني يوفق الله إيه؟ بينهما. فأولا قصد وجه الله عز وجل في الصلح، يبقى رقم واحد يا جماعة يا ريت نكتب بارك الله فيكم، أن يبتغوا وجه الله تبارك وتعالى في ذلك، بيصلح ما بين الناس ابتغاء وجه الله عز وجل. رقم اتنين، الحكمة في التعامل في الأمور، فإن في كثير من الأشياء بين المتخاصمين حساسيات، يبقى اللي بيصلح ما بين الناس عنده علم، عنده شجاعة، يقدر إن هو يسمع ده ويسمع ده، يقدر إن هو يقيم الحج على هذا الظالم وياخد حق المظلوم من هذا الظالم، يعني يكون عنده هذه الايه الشجاعة والحكمة في التعامل في الأمور، والحكمة في التعامل بالأمور. أو مثلا يقدر إن هو يدير هذا المجلس، فلان يتكلم يبقى الآخر يسكت ويسمع له تماما، هذا مثلا من آداب الحديث، فإذا تكلم الآخر الأول يتكلم ويسمع للآخر وهكذا. يبقى رقم اتنين الحكمة في التعامل في الأمور. رقم ثلاثة التكتم، التكتم اللي بيصلح ما بين الناس ده التكتم. قال تعالى التكتم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة إيه
محسود. انت دلوقتي ماشي في نعمة، وربنا وفقك انك انت تمشي ما بين الاصلاح، يعني في هذا الامر للاصلاح بين الناس. ما تجيش بقى وتقول ده انا صالحت فلان على فلان وحصل كذا وتتفاخر، او مثلا تكشف اسرارهم، ده فلانة قالت لي على زوجها ده طلع بيعمل كذا وكذا وكذا، ده او مثلا فلان ده قال لي على زوجته كذا ده طلعت كذا وكذا وكذا. لا حول ولا قوة الا بالله، طبعا الكلام ده ما ينفعش. يبقى يا جماعة التكتم. رقم 4، أن يذكر كل واحد من المتخاصمين، يعني أو كل واحد يعني من ال يعني اللي هو بيصلح ما بين الناس ده، يذكر كل واحد منهم بالله عز وجل. كل واحد منهم يذكره بالله عز وجل وبحق الآخر عليه. مثلا إن كان أخا في الله يذكره بحقوق الإخوة، يقول له إنما المؤمنون إخوة، حق الأخ على أخيه، والأمور دي. إن كان زوجا يذكر بحقوق الزوجة، حق الزوجة على زوجها، أو العكس حق الزوج على زوجته، مثل هذه الأمور. وكذلك لا بأس أن تنقل إليه كلمات من الخير على لسان الطرف الآخر، وتكتم عنه أمورا من الشر جاءت على لسان الطرف الآخر. مثلا أنت تروحت عشان تصالح ما بين اتنين، ففي واحد مثلا قال لك ده فلان ده ما يستاهلش، ده فلان ده كذا وكذا وكذا، تاخد الكلام منه وتروح للتاني تقول له ده قال عليك كذا وكذا. يبقى ده ما ينفعش. يبقى اذا ايها الاحبه، يعني لابد من القيام بهذا الواجب الكفائي ان شاء الله تبارك وتعالى في الاصلاح بين الناس. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. هذا والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم ويرحم الله امرأ دعالي برحمته من وحسن حالي. جزاكم الله خير أيها الأحبة الكرام، ونكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب جديد من أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك. والباب بتاع الغد إن شاء الله بعنوان فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامدين إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان.